بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضراتكم. أنا أقدم اليوم مداخلة بسيطة جدا عن موضوع تم تناوله بصورة مكثفة في الفترة الماضية، والحقيقة قرأنا مداخلات قوية جدا ومنطقية ومتماسكة من أطراف متعددة، كلها انصب فيما يمكن أن نسميه محاولة إجابة عن سؤال اسمه من هي غادة والي؟ غادة والي هي المصممة التي دارت حولها يعني ملابسات ونقاشات كثيرة جدا بخصوص اقتباسها لأعمال فنية وتقديمها على أنها إنتاجها الخاص وإبداعها الخاص. في رأيي الخاص أن معظم هذه المداخلات المحترمة كانت تركز في من هي غادة والي؟ ومن الذي سهل لها الحصول على هذا العمل الضخم؟ ولماذا فجأة تحولت إلى نجمة مهمة جدا جدا في الناس؟ أنا أريد أن أتجاوز هذه الحالة، أو أريد أن أتجاوز محاولة الإجابة عن هذا التساؤل الذي أعتقد أنه تم الإجابة عليه بصورة جيدة جدا، وأنتقل إلى سؤال آخر، وهو ما وراء غادة والي؟ هنا كلمة ما وراء أعني بيها أنني أتعامل مع غادة والي كظاهرة، وأريد أن أستكشف ما وراء هذه الظاهرة. أريد أن أفكك هذه الظاهرة أمام حضراتكم، ونحاول أن نفحص ونتأكد ونصل معا إلى مجموعة من الدروس، مجموعة من الاعتبارات، مجموعة من المفاهيم، أو على الأقل يعني دفع الضباب قليلا لمحاولة رؤية صورة قد تكون أكثر نقاء. أنا الحقيقة إذا انتقلت إلى التعامل مع هذه الفكرة، فكرة ما وراء غادة والي كظاهرة، أنا أعتقد أننا يجب أن نناقش ونحلل عاملين مهمين جدا جدا. العامل الأول هو ما هي أسباب التميز في الناس؟ هل التعليم الجيد، المهارات التي صقلت على مدار الزمن، الخبرة والانغماس في العمل وفي التجارب، هل هي تؤهل الإنسان للنجاح؟ هل لو الإنسان انتقل من سياق إلى سياق محمل بهذه المجموعة من الأدوات والمهارات والمفاهيم والأفكار يمكن أن ينجح في أي مكان؟ أم أن التميز والنجاح في مصر له مواصفات خاصة؟ وأنا اعتقادي أو فرضيتي التي أريد أن أشارك حضراتكم فيها اليوم هي أنه يبدو أن الإجابة نعم. ودعوني أضع أمام حضراتكم بعض من هذه الملامح. ما هي ملامح وأسباب التميز في مصر؟ أولاً، يجب إبداء ولاء ساذج في مبالغته للنظام. يعني مهم قوي الناس تتكلم على النظام يعني تبدي إعجابها المذهل بالإنجازات وخلافه، لكن إذا كنت تريد أن تصل إلى مستوى التميز فيجب أن تنطلق إلى آفاق، مثلا من نوع أن مصر في خلال 5 سنوات ستكون من أهم 10 اقتصادات في العالم، أو أن التعليم في مصر تتعلم منه شعوب العالم ومنها مثلا فنلندا التي تأخذ المرتبة الأولى عالميا في التعليم. هذا المستوى من المبالغة الساذجة في إبداء الولاء بتؤهل الإنسان للتميز وتضعه تحت مظلة الضوء ليكتشف ويصبح من النجوم. ملمح آخر هو الانفصال عن الواقع، بمعنى أنك عندما تدعى للحديث أو عندما تتاح لك الفرصة أنت تتحدث عن مجموعة من الأوهام. ولو تتذكروا حضراتكم مثلا بعض الأحاديث الموثقة للشابة غادة والي تتحدث فيها عن رحلة البحث ورحلة الكفاح ورحلة الإلهام وعملها المكثف في الليل والنهار. هذا يحدث نتيجة هذا المستوى من الانفصال الذي يعطي للناس وهم أن ما يروي أمامهم المنقول أو المسروق أو هو في الواقع
نتيجة رحلة عميقة جدا وممتدة جدا من التاريخ. في أشياء بسيطة من أسباب التميز في مصر قد تكون مضحكة لبعضكم، لكن أنا الحقيقة مصر عليها جدا جدا، منها ملامح الوجه والجسد. للأسف نحن ما زلنا نعاني من ما يمكن أن نسميه الاستعمار الذاتي. بمعنى كلما كنت أقرب إلى الخواجة كلما كنت أقرب إلى القلوب والعقول، وبالتالي يمكن بسهولة جدا أن تتحول إلى نجم. أنا لا أتحدث هنا عن نجم سينمائي أو نجم غنائي، أنا أتحدث عن نجم في التصميم، نجم في العمارة، نجم في الطب. وبالتالي عندما توضع أمامنا الملامح التي ترسم شكل الخواجة تكثف جدا جدا الجهود من أجل التحويل إلى نجم. نحن نتذكر في مرحلة كان بيبقى فيها التفاف من الشباب حول الزعيم في مؤتمرات الشباب وخلافه، وفي المراحل الأولى بالذات لهذه الحملات الدعائية استخدمت صور لمجموعة من الفتيات والشباب بشعر أصفر وعيون زرقاء وخلافه، وتبين لاحقا أن هذه الصورة من حملة إعلانية أعتقد لمنتج في دولة السويد أو دولة الدنمارك أو خلافه، وأزيح البوستر فيما بعد. لكن الإشكالية هنا إن نحن نريد أن نقول أن من يتميز في مصر شكله خواجة، عينيه زرقاء، شعره أصفر، لكن شوية لسه صعبة أن يكون ولد أصمراني ولا بنت أمحية ولا واحد شعره أكرت ولا. ودي عملية قد تبدو ساذجة جدا، لكن يبدو أن المشهد قدامنا بيقول أن دي حقيقة. النقطة الأخرى اللي قد تبدو أيضا ساذجة لكن أصبحت مهمة جدا ومرصودة جدا جدا، هي الحرص على بغض اللغة العربية. بغض اللغة العربية، أن توضح للجميع في مداخلاتك، في حواراتك، في شرحك لإبداعاتك، أنك تجد صعوبة في التحدث باللغة العربية. فنسترجع مرة أخرى مثلا العديد من الممثلين والفنانين والكتاب وخلافه، ومنهم بدون نقاش الأخت غادة والي، وهم بيتكلموا، يعني أنا ما بعرفش أقلدهم الحقيقة، بس الكلام بيبقى يعني It's amazing my journey, الديزاين بتاعي مش قادر أعيش لأن أنا me together with my work I was crying, this is Egypt, يعني مصر بحبها خالص يعني. فالحقيقة هذا الأسلوب في الكلام اللي يبان إن هو يعني مش بس متكلف ومصطنع، لكن هذا التكفيف لفكرة بغض اللغة العربية للأسف الشديد أصبح دلالة على أن هذا شخص مركب ومثقف ومتميز ويجب أن تعطى له الفرص. أنا بندهش أحيانا عندما أرى ندوات في مصر، ندوة بتتعمل في ميدان الجيزة مثلا في مجمع ثقافي في حوالين الجيزة ولا مبابة ولا مصر الجديدة، وبيحضرها محمد وفاطمة وفتحية وعبد السلام وبيتكلموا على موضوع معين، وكل الناس اللي قاعده دي اللي طالع من مدرسه الابراهيميه واللي طالع مش عارف من فين، والناس دي كلها مش عارفه تتكلم عربي، يعني بيقنعوا نفسهم، يعني هم اصلا لا بيعرفوا انجليزي ولا بيعرفوا عربي، بس هم بيقنعوا نفسهم ان احنا لا نستطيع التحدث باللغه العربيه. وبالتالي اصبح هناك توجه كبير جدا في مصر لي اذا كنت تريد ان تعطي رساله انك انسان مركب ومبدع ومثقف ومتميز واستثنائي، ابغض اللغة العربية. الموضوع الثاني المهم جدا بجانب أسباب التميز في مصر، ونحن نفحص ظاهرة ما وراء غادة والي بنفكك هذه الظاهرة، الموضوع الثاني الذي يستحق أن نتحدث عنه هو انعدام ثقافة الحساب. يعني هل المسؤول، هل من تم الإغضاق عليه بالأموال وبالفرص عندما يخطئ يحاسب ويلام، أم إذا كان ينتمي لدائرة معينة فلا يمكن حسابه ولا يمكن لومه؟ طبعا هذه الثقافة في رأيي في تاريخنا الحديث أو في يعني في عقودنا الماضية الحديثة أكبر بلورة لها كانت في هزيمة 67 النكراء، عندما لم يتم محاسبة المسؤول عنها، بل دفع الشعب ليخرج في الشوارع ويطلب منه
أن يستمر رئيسا للبلاد. إذن نحن أصبحنا في حالة لا نتساءل من فعل ماذا ولماذا فعل هذا الفعل وكيف نحاسب على ممارسته لهذا الفعل. وأنا بأسمي حقيقة العصر ده عصر الاستباحة المكثفة. يعني إحنا أنا بعتقد إن إحنا في حالة استباحة متراكمة من بالذات من 1952، لكن إحنا في العقد الأخير أصبحنا في حالة استباحة مكثفة. يعني بيفعل كل شيء في مصر على كل الأصعدة بدون أن نتساءل. وبالتالي برضو ممكن نبلور الموضوع ده بلورة لطيفة جدا جدا في العقد الأخير ده في سياق قصة اللواء عبد العاطي الشهير بعبد عبد العاطي كفتة أو عبد العاطي سيخ أو على حسب حضراتكم ميالين لتوصيفه أي وصف. لكن هذا الرجل كل ما فعله من يعني تزييف وهراء وتغييب لكل المنطق العلمي لم يحاسب، بل أعيد إنتاجه مرات ومرات وفتحت له القنوات وفتحت له الجرائد حتى بعد أن ظهرت بعض الأصوات الشجاعة التي تقول له توقف. هل لا يوجد أخطاء في العالم؟ هل الناس لا تخطئ في العالم؟ بتخطئ. يعني في مذيع وكاتب كاتب مشهور جدا لأنه كتب كتاب اسمه ما بعد أمريكا، يعني والكتاب ده كان مهم جدا ومؤثر، واسمه فريد زكريا. فريد زكريا اقتبس في إحدى مقالاته يعني فقرة بسيطة جدا جدا من مؤلف آخر. لا يمكن أن تتصوروا حجم الاعتذار وحجم العقاب وتوقفه عن العمل الكتابي والعمل المتلفز لعدة أشهر فقط بسبب هذا الموضوع. في مقابل ده مثلا واحد زي باسم يوسف قد مقالة كاملة من اللغة الإنجليزية ترجمها له باللغة العربية ونشرها، وما اكتشف الموضوع رد فعله كان تعييم المسؤولية. الفكرة اللي أنا بقول عليها بقى اللي هي أين المسؤولية؟ انعدام ثقافة الحساب. فده في الترجمة، ده في الإديتنج، ده في الهوامش، ده يعني حاجات من هذا القبيل. أنا متوقف كمان أمام واقعة لطيفة جدا جدا حصلت من كام يوم بعد يعني المأساة اللي عانى منها ناس كثيرة جدا على الطريق الساحلي اللي الناس شايفة عليه صنية العملاقة وخلافه، وتقريبا استحالة التعامل مع الطريق والصعوبة الكبيرة اللي واجهها الناس. أنا سمعت تصريح لطيف جدا جدا من استشاري الطرق والمصمم دكتور أكاديمي اسمه أسامة عقيل، بيقول في مداخلة تلفزيونية، وهو هذا الدكتور حقيقة مسؤول عن يعني تمزيق بالمعنى الحرفي للكلمة، تمزيق النسيج العمراني للعديد من المناطق المهمة في مصر. لكن هذا الدكتور الحقيقة لطيف في شيء، إن هو قال حاجة جميلة جدا أنا الأول مرة أسمعها في حياتي، وأنا أدعي إن أنا راجل أكاديمي وأستاذ أيضا في هندسة العمارة والعمران والتخطيط. قال الافتتاح ده تجريبي، يعني إحنا بنجرب الطريق، الطريق اللي هو بكل هذه العظمة والحارات والدوائر والصواني وخلافه، إحنا بنجربه ونشوف يعني ردود أفعال الناس. الحقيقة الدكتور ده أيضاً يجب أن يعاقب لأن هناك الآن متاح، لا أتحدث عن أوروبا وأمريكا لكن أنا بتكلم على الدول العربية، يعني بتكلم على الأردن، بتكلم على البحرين، بتكلم على قطر، بتكلم على السعودية، كل هذه الدول في وزارات المواصلات واستشاريين الطرق يملكوا مجموعة من برامج الحاسب الآلي التي يمكن أن تحول الطريق المصمم إلى مشهد في الحقيقة. يعني الطريق يصبح كأنك فعلا تسير عليه، ويمكن أن تضع عليه عدد السيارات التي تريد، وتتأمل سلوك السيارات وماذا سيحدث ساعة الذروة، وماذا سيحدث عندما تندفع سيارات لليمين، وماذا سيحدث عندما يكون هناك حادث على طريق. كل هذا المستوى من إيجاد الحقيقة الافتراضية أصبح متاح. فكون استشاري بعد أن اكتشف حجم الجرائم التي ارتكبت في الطرق في مصر يقول
احنا بس بنعمل حاجه تجريبيه افتتاحيه كده ونشوف بعضها الامور، ده ايضا مقلق جدا جدا. طيب لو احنا يعني حللنا السببين الاساسيين او الظاهرتين الاساسيتين او المكونين الاساسيين الناتجين من تفكيك ظاهره ما وراء غدا وليد، ايه الحل؟ يعني ايه الحل اللي ممكن يكون قدامنا؟ الحقيقه اول حل هو تفعيل ثقافه الحساب. وانا اعتقد يعني انا بحب ابقى متفائل جدا جدا جدا، لكن اشكاليه ثقافه الحساب هنا بمعناها العميق، بمعناها اللي فيه مراجعه فاحصه وفي اخلاص في حب الوطن وفي ادراك لما هي القرارات التي نقوم بها اليوم وكيف ستؤثر على مستقبل هذا الوطن. انا بعتقد ان صعب جدا جدا تفعيل ثقافه الحساب، لان معناها تفعيل قدرات التساؤل، ودي امور يعني صعبه جدا ان يبقى في قدرات تساؤل جاده، اي حد بيتساءل تساؤلات جاده يعني تقريبا بيعاقب، وايضا نكثف ثقافه النقد، وهذه اصبحت من الكبائر، يعني من الكبائر ان تمارس اي دور نقدي جاد في سياق حالتنا المعاصره. القضيه الثانيه والمهمه جدا جدا او الجانب الاخر من الحل إلى جانب تفعيل ثقافة الحساب هو تفعيل التنافسية. يعني هل ممكن أن نؤمن بقدرات الجميع؟ هل ممكن أن نؤمن أن مصر بها من المبدعين والمفكرين والفنانين المنتشرين في مصر كلها، مش اللي ما بيعرفوش يتكلموا عربي، من أسوان، من أسيوط، من نجع حمادي، من ملواي، من طهطة، من شبين الكوم، من طنطا، من الأليوبية، ما في ولاد وفي شباب. لو خلقنا حالة تنافسية حقيقية، أنا عايز حضراتكم تدركوا أن هذه الملصقات في محطة المترو التي لا تنتمي للأعمال الجدارية ولا تنتمي للأعمال الفنية بصرف النظر أنها مسروقة، يعني حتى لو لم تكن مسروقة هذا عمل مسطح وساذج ليس فيه قيمة إبداعية، لكن تخيلوا حضراتكم أن هذه كانت مسابقة بين شباب الفنانين في مصر. تخيلوا أن ما يحدث من مباني في العاصمة الجديدة كان واضع موضوع تحت إطار مجموعة من المسابقات المعمارية والعمانية، وتخيلوا النتائج. مصر هي الدولة الوحيدة في خلال العشر سنوات الأخيرة التي لم يمكن ترشحها لجوائز معمارية وعمرانية مرموقة في العالم، على الرغم من أنها من أكثر الدول التي تستهلك الأسمنت والأسفل. ودي تساؤلات غريبة جدا، لكن ده معناه أن ثقافة التنافسية مجهضة في مصر. أنا الحقيقة أعتقد أن إحنا يعني ظاهرة ما وراء غدا والي لا تتحدث فقط عن ما تحدث عنه المحللين اللي حاولوا يجاوبوا عن سؤال من هي غادة والي، لكن أنا أعتقد أن أيضا من المهم أن نركز في فكرة ما وراء غادة والي، أن نتذكر معا ما هي أسباب التميز في مصر وكيف انحدرت هذا الانحدار، وأيضا أن نحاول إعادة ثقافة الحساب، وأن نتذكر أن هناك جانبين للحل في المستقبل: تفعيل ثقافة الحساب وتفعيل التنافسية والإيمان بقدرات الجميع. شكرا جزيلا، لي كل الشرف أن أتحدث معكم.